مشاهدينا مع مهرجان الملك عبد العزيز للسجور، هو مهرجان مخصص لرياضة مميزة ولها عشاقها، ومع انطلاقته هذا الأسبوع شهد مشاركة أول سجارة سعودية. زميلتنا نرجس العوامي لديها المزيد في هذا التقرير، دعونا نتابع. خالدي أول مشاركة سعودية بشكل رسمي في مهرجان الملك عبد العزيز للسجور. سنين قديمة أحب السجور، وكان عندي طير بس ما قد شاركت به، وأحب الهواية هذه وأفتخر فيها حبيبتي، وحبيت أني أثبت وجودي بهالمكان هذا، اللي أشكر القائمين عليه ومنافسة أخواني الصقيقير. لم يحالفها الحظ، ولكنها بعثت برسالة. إن شاء الله بعيدها مرة مرتين وثلاث وأربع ولما لا نهاية. لما تفوز إن شاء الله. الصقار عيد العتيبي لم تمنعه الإعاقة الحركية عن ممارسة الهواية الأفضل بالنسبة إليه. بالنسبة لهذه المشاركة، هي تعتبر المشاركة الثانية لي في هذا المهرجان. شاركت في النسخة الأولى والحمد لله حققت مراكز طيبة، الأول والمركز الثاني، والسنة هذه مشاركين إن شاء الله بخمسة طيور ومتأهلين، يلا لك الحمد، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله على النهاية. مشاركة جميع الفئات العمرية هو ما أضفى للمهرجان روح. عبد الله من عمر 6 سنوات وهو مع الصقور، بس وش قصته بالضبط؟ أقضي بها، حنا نروح للمدعنة ندعي الطيور، نهدها عشان تتعلم تتدرب تسرع، وإن شاء الله فالها إن شاء الله الفوز. الحماس يعم الأشواط التنافسية بين المتسابقين للملاك والمحترفين على جوائز تقدر قيمتها 21 مليون ريال سعودي على الفئات المختلفة والمسابقات المتعددة. من الرياض، نرجس العوامي، MBC.